صباح الخير. انا عايز اقول لكم انا كده من البلكونه، ده الفيو من الطابق العاشر، ده الفيو. تمام، انا كده بصور من البلكونه. البلكونه مساحتها حوالي 100 متر لوحدها. اوكي، بانوراما الصباح الايطاليه. تمام، ده كده ريسبشن، داخلين اهو ريسبشن. تمام، ده ريسبشن كده، ده ريسبشن في السفرة. الشقة دي مساحتها 1200 متر، الدور العاشر، سجلها شهر عقاري. الأساس كله مش محلي، فرنساوي وإيطالي، بالجرانتي، النقش كله هاند ميد. كل ده انا بكلمك من الريسبشن، انا لسه ما اتحولتش لحاجه تانية. تمام، انا في الطبيعه، انا بكلمك من داخل الشقه. تمام، 24 كرسي سفره. تمام، 100% كل شيء هاند ميد. اربع مداخل، ست مصاعد. والله مش عارف، يعني هقول لك، يعني مش هقدر اقول لك خدمه فندقيه، يعني ده اقل تعبير هقدر اقوله. حمام الضيوف كله بميه الذهب، عيار 21، خالصه. اوكي، ومش قادر اصور لكم الباقي بصراحه، لان انا عايز فيلم سينمائي، مش عايز تصوير عادي. تمام، اوكي، ده المطبخ. في النوم كده هخش على غرفه النوم الماستر، الغرفه الرئيسيه دي، طرقه بتودي لغرفه رئيسيه. الغرفه الرئيسيه مساحتها فوق ال 250 متر. تمام، دي غرفة نوم، بسم الله ما شاء الله. مش عايز اقول لكم مساحة الغرفة قد ايه، يعني والفيو. افتح لي البلكونة وخدها كده، الفيو. تعال معايا كده، خليك عندك دقيقة واحدة. تمام، ده الفيو. انا اسف جدا. طبعا كده دي غرفة النوم الرئيسية. تمام، تعالوا كده لفوا معايا كده العكس. تمام، دي غرفة النوم، دي كلها غرفة النوم الرئيسية. تمام، هطلع على التراس كده. في توصيلات تلفزيون، دي فيو من غرفة النوم. وانت على السرير بتشوف الفيو ده من على السرير. اوكي، وادي منقي هواء. تمام، لسه ما دخلناش الحمام الماستر بتاع غرفه النوم. تمام، كده الفيو. كده هدخل على الحمام الماستر بتاع غرفه النوم. اوكي، كده خرجت. ده الدريسنج روم. كده طرقة غرفة النوم كله، ده دريسنج روم كامل مكتمل. وبعدين كده ده المساج والساونا والجاكوزي والحمام على ايدي اليمين. هون ده كل ده الحمام بتاع الغرفة الماستر بالجاكوزي والساونا والشاور. حمام مستويين، الحمام 10 في 6، 60 متر الحمام بتاعها بس لوحده. تمام، تكييف مركزي في الحمام والجاكوزي والساونا. وهنا داخل على كرسي المساج مع جاكوزي كبير لأربع أفراد. وهنا غرفة الساونا تكفي 10 أفراد. وهنا الشباك على نفس الفيو، بانوراما البحر الأبيض المتوسط. أوكي، كده دي غرفة الماستر، دي الساونا والجاكوزي. تمام، كل دي غرفة النوم.